أيها السادة المشاهدون، مشاهدي برنامج قضية للحوار، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قضية للحوار. ولكن بداية اسمحوا لي أن أرحب بضيفي في هذه الحلقة، وهو ضيف ثقيل، ضيف كبير اليوم معنا في داخل الاستوديو، وهي مدام مريم جمعة إبيت، عمدة بلدية أنجمينة. مدام، مرحب بك في برنامج قضية للحوار. السلام عليكم. أعزائي المشاهدين، مؤخرا قام وفد كبير من البلدية بزيارة الخرطوم، بزيارة الخرطوم، وقابلوا والي ولاية الخرطوم وأملوا عدة اتفاقيات تنصب في صالح العلاقات بين أنجمينة والخرطوم، ولكن لا نعرف الاتفاقيات دي شنو، ما بنعرفها. فالعمدة موجودة اليوم، تحدثنا عن هدف الزيارة والاتفاقيات اللي قاموا بتوقيعها مع عمدة أو مع والي الخرطوم. في حاجة تانية اليوم بنتكلم أنا، والحاجة دي سكان أنجمينة كلهم بيتكلموا بيها. الخريف كنجة، سكان أنجمينة تعبانين، سكان أنجمينة تعبانين. الخريف ده كله بتمو الألم، فجقوا في الألم هتمرقوا من بيوتهم. ده كثير، يعني واحد ما يشوف شارع النميري ولا يشوف شارع 40 بس يقول دي أنجمينة. لا، أنجمينة كبيرة جدا. في شوارع في أثناء الخريف ده بتملي ألمي، سيادة كامل بخلوها بمشوا فتشوا دروب آخر عشان يروحوا. الخريف كله بكمل بالشوارع دي ما بقعدوا. ولكن ما بنعرف البلدية قاعدة لكن ما بتحرك ساكنا. وظيفة البلدية شنو؟ الناس كلها بتكلم، البلدية قاعدة لكن ما بتدفن الشوارع دي. والطمة الكبرى بعد الخريف ما يمشي الشوارع دي الألمية، بس في المفترض أن إحنا كبشر بعد ما تعبنا ومرقنا من التعب نفكر كونه ما نتعب في الخريف الجاي، عشان الشوارع دي لابد نردمها عشان الخريف الجاي، بتانا التعب تعبناه منه ما نتعبه. لكن للأسف منخلوها كده بس، ترابها واحد يفكها منصبه ما فيه. الخريف الجاي كله بتانا نتعبه مثل التعب تعبنا السنة الفاتت. ندور نعرف البلديات اللي بيقولوها البلديات العشر خدمتن شنو. كل سنة نسمع أي بلدية بتقول لك عندها بتجي 1 مليار 500 مليون، ولا بقولوا السنه نقصوك، ولا كان بقولوا من الاي مليار ده نقصوا ب 100 مليون بس. المليارات والملايين دي اذا كان الشارع بها ما بدفنوا، الوساخه بها ما بسلوها، الكانفوات ما بنكتوهن، المليارات دي بودوها ين؟ ده المواطنين بيسالوا كده، المليارات دي بودوها ين؟ كل سنه بنسمع مليارات خياليه، ولكن الشوارع يا اليوم الشوارع علمي برقد فكها، الشعب تعبان، وين المليارات دي بتمشي؟ الوم العمده هي المسؤوله من مدينه أنجمينة. تكلمنا عن الكلام ده، سمعنا مؤخرا كونه الفتنة او الضريبه انت الدكاكين قاموا زادوها. ما هي في كل الدول الاعلم الناس بزودوا الضريبه اذا كان الناس عايشين في كريس، لكن السبب شنو خلاهم زادوا الضريبه؟ هل في سبب مقنع كونه الناس دول خلوهم عشان يزودوا الضريبه؟ الانسان الابى ما يدفع الضريبه ده بسوله شنو في دكانه؟ كل سمعنا المير حجت فوق، لكن اليوم نشوف تفاصيل الكلام ده. البلديه الكبيره موجوده عندنا، بلديات دقاقه موجوده في كلكم بتعرفوها 10 بلديه، علاقتهم شنو مع البلديه الكبيره ولا ما عندهم اي علاقه؟ الكانيفو بنكتو، الخريف كان قرب ده الكانيفو كله بنكتو، لكن للاسف الكانيفو بنكتو والوسخ بخلوه في خشمه بس يومين ثلاثه بتم بيبز وبقبل فوقه، وده كلكم شايفينه. اذا كان بنكتو بخلوه في خشمه بنكتو لشنو؟ المير تكلمنا عن الكلام ده. في مواضيع كثيره جدا لكن ما بندور في المقدمه عشان نتكلم، عشان صاحب الكلام قاعد، وانتم كلكم عارفين عمدة بلديه أنجمينة دي الناس كلها بتقول بتعرف الكلام وبتتكلم وكلامها واضح. واليوم هي معانا في برنامج قضيه للحوار، كلامها الواضح ده اليوم نسمعه. عمدة البلديه طبعا قريب ده قموته بزياره لمدينه الخرطوم، ودي زياره كريمه جدا، الناس بيقولوا كان زياره موفقه. ندور تحدثين الزيارة دي قمتوا بها، قابلتوا الشخصيات اللي قابلتوهم، وشنو جا في 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 الزيارة؟ شكرا لك. أنا أقول الكلام عن البلدية العامة والأشرة بلدية أنا أنجمينة، كل الكلام ده هسه أنت حجيت فوقه، والكلام ده كان أنجمينة نهجه فوقه ده بيشيل لنا وقت طويل، وهسه أنت قلت لي عندي ساعة واحد صحيح، هل تزيد لي ساعتين ثلاثة عشان نقعد الكلام ده كله نكمل ولا ساعتك واحدة؟ حجوز بكان وقفنا، الفضل كان نكمله في إيميسيون ثاني. شكرا. أنا نقول نشكر التلفزيون التشادي الأنتاني فرصة دي اليوم نقدر نوضح للشعب الأنجمينة شنو اللي قاعد نخدمه في أنجمينة. وانت بديت بسؤالك اننا مشينا ميسيون في خرطوم. الميسيون اول بالاول اوبجيكتيف حقا ماشيين للمؤتمر الوطني. ماشيين للمؤتمر الوطني سياسيا. وانا كان ميليتانت هنا ام بي اس، انا في الوفد
انا موفمون باتريوتيك دي سالو عشان نمشي نحضره في المؤتمر. تمام. يعني ازمونا وقمينا ماشيين. تمام جميل. انا كمان اي مكان كان مشيت ده نباليه كل التيران. صحيح. نباليه كل التيران ده ليش؟ شنو اي شغل عندي ندورنا خدمه ده انا خدمه عشان ده بس قيم وفد هنا ميري وفد هنا ميري مشينا عشان نخدم مع البلديه هنا خرطوم. مع بلدي أنا خرطوم عندنا توأمة من 1999 عندنا توأمة معهم وخرطوم سوى كتير لنجمينا وانجمينا بعرفة وآخر كما بعرفة كل الشعب هننجمينا بعرفة يوم واحد بطيارة بجوا لنبا أودة كتلوا لنا سنة ده خلاص قعدنا بلنبا أودة هذا شيء كل التوأمة ده شيء حبطت وقلت في ميسيون هناي هنا البارتي ده نمشي بالميسيون ده عشان نجددوا التوأمة نجددوا البرنامج عن التوأمة مع خرطوم. تمام. ومثل ما انت قلت مشينا قابلنا الوالي عن خرطوم جلسنا وشفنا شنو البرنامج اللي نقدر نسوه عن بين نجمينا مع الخرطوم. فالحمد لله كوننا لجنة هناك صغيرة عشان درس لنا البرنامج اللي ندوره أنينا والخرطوم وخلاص تعفقنا في برنامج وبرنامج ده هنا 2017-2021 أنا خمسة سنة. نعم. 2017-2021 ده برنامجنا أننا قدرنا مضحنا الوالي أنا خرطوم وأنا ميرانا بلدي أنا نجمينا. نعم. وقلت تدور اللبة فوق تشيفة شنو؟ شنو الاتفاقيات اللي جات في الاتفاقات اللي اتفقت فوق شنو؟ الاتفاقيات دي ما بس أننا نقول للخرطوم أنتونا أنتونا لا شغلنا تبادل أفكار شيء الهم أنينا نقدر نسولهم والهم بقدروا بيسولينا كل بيسولينا أول بالأول قلنا نبادل أفكارنا في الانفراستركتور وفي الإربانيزاسيون عن الفيل كيف الهلة كان ماشي تكبر ده كيف نقدر نإربانيزي كيف ما نخلو الناس يقودوا أشوائيا وأنباكر نكسروهم يعني ده بدور ترافاي دي كونسيبسيون بيسير دونك هسا أنينا ما فين جمعنا ده خلبانا الناس بمشوا أي ريزيرف بقودوا فوقها بمشوا بقودوا قبل أننا نمشوا نتراسلهم الشوارع ده نقيسة أنا بلدية ننجمينا لازم أننا البكان ده نعدلوا ليه الشوارع ونبورنا قبل نمشوا ننتول الناس نخططوا قبل هذا ندور نبادل الأفكار في الشيء ده وهم بالذات عندهم السكن الأشوائي هم كل عندهم ليه هذا ندور نبادل أفكارنا في النقطة دي عشان الشعب كله يرتاح ما اليوم يمشي يبني بكان ريزيرف وأنباكر نجو نكسره نقيس للشعب ونقيس للشعب نقيس للبلدية صحيح ما بس نقوله قال خسارة على الشعب لا 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 أنينا كل خسارة لنا صحيح خلي ما خسرت الشعب ده أنينا كم مشينا بالبوكلين خدر نكسره ده بيكلفنا ملايين دونك الشيء ده ندوره نجلس فوق مع الخرطوم ونبادل الأفكار ويريح البلدية ويريح الشعب ده نقطة واحدة ده النقطة الواحدة النقطة الثانية في دومين هنا السينيسما إيجين وسانتي يعني الصحة الصحة ده هو شنو هسه أنت نطيت هالجد لنا بل الكانيفويات المرقوم الوساخة المرقوم ده كل الكانيفوك المرقوم والأوردير الوساخة ده كان مرقوم والكانيفون كتول ألم ماشي ده كله في دومين عن الصحة يعني أنينا ما عم بادلنا أفكارنا قلنا في دومين عن السانتي ده الشعب ننجمينا مع الشعب نخرطوم كيف يقدر يواجه الأشياء دي دونك في السانتي وفي الاسينيسما الاسينيسما العلم كان سبب كيف بمشي المجاري تمشي المجاري كيف كان الوساخه بيجي ما في الكانيفه منكوت العلم فات امباوده تبقى ما في صحيح وامباوده كان بيجي ما في البالي بقى ما في صحيح الوساخه كان بيجي ما في الكوليرا بقى ما في والاكل هنا الجلد بقى ما في وامراض كثير بقى ما في يعني ده كله قلنا مع خرطوم هي خرطوم مقدمة مثل ما هسه قلت لكم في البداية سنة واحد جوا بطيارة كتلوا مباؤدة عجيب وأنينا الأشياء دي ما عندنا لا صحيح وما بس نقول لهم أي وقت تعالوا سووا لنا ندور يقولونا كيف بدوا ولقيوا الأشياء دي وقدروا كتلوا مباؤدتهم وكتلوا حشراتهم والشعب يعني بدل ما يجي هم يعملوا لوكو ندور فكرة يجربوا لنا يدونا فكرة كيف هم بدو كيف اللي يقول المرحلة دي ما بس إلا نقول له تعالوا اقتلوا لنا مباودة مباودة يبتل ده أي ما سنة صحيح وكان نقوله إلا جاد بس نقتلوها ده أي ما سنة هي بتل ده ندور كم من قارا كيف بس يمباودة تبقى ما في صحيح مثل ما البريزيدان إدريس ديبي بيقول كي
بالي يبقى زيرو ده ام باودا كان قاعد ده مال بالي جاي بس دونك انينا في برنامج انا رئيس الدوله الخطط في مجال الصحه ده انينا تابو بالاشياء دي جميل. عشان هو بيقول بالي ما في ده انينا كمان نقول كيف نسوي البالي تبقى ما في البالي تبقى ما في ده خلي باودا تبقى ما في ده في مجال الصحه ايضا ام مجال الصحه ايوه ده النقطه الثانيه في مجال الصحه جينا في ثلاثه جينا في البيئه البيئة الانفيرونمان كيف يبقى او البيئة ولا تنادي شنو اسباس فير الساحات الخضراء اسباس فير الساحات الخضراء ده ندور نجمعنا تبقى خضراء جميل عشان شفت الخرطوم عندها ساحات خضراء كثيرة صحيح خلاص قلت هودا ندور ننقلها في نجمعنا جميل ننقلها كيف اللي هم يقولوني كيف هم بدوا واللي يقول ليه يقول المرحلة دي كيف يقولون من بدايته لنهايته عشان أني نقوله الحس اللي عندنا ليه الإسباس فير ده ما نقوله ما عندنا عندنا لكن كيف نزيده وما مخطط يبقى يعني لنا عديل مخطط عديل ذاته أيوة بدور تخطيط بدور تخطيط كيف نقدر نسوه وكيف نقدر نسوه نجمعنا خضرة وبس ما إلا الإسباس فير أشجار شجر ذاته ندوره في الشوارع وفي البيوت صحيح ده موجود في المدن الاخرى مثل ده وندوروا الوساخة القائد نمرقوها دي هم هناك ده القزاز بخطو نص الكوشي بخطو نص بترية يعني وعنده فوائد كثيرة صحيح ده كله ندوروا يقولون ليه الوساخة دي من ما مرقناها لخايد ما تمشي على فين ويرسيكليها كل عندهم أشياء مثل ده وعندهم شركات هناك قاعدة تسيل الأشياء دي ها قلنا كلها يقولون كيف مع الشركات ده عملوا بس كالشركات ذاتها كلها بيجوا بخدموا لهم بيدوروا صحيح وانا كلها ندوروا ما بخدموا لنا ساكت صحيح كيف هم نبدوا ده كله قالوا بقورونا كيف هم نبدوا ونقدروا نبادلوا الأفكار ده من نهاية البيئة البيئة جينا في النقطة الرابع هو الإعلام والثقافة الإعلام والثقافة تعرف مثل ما قلت الثقافة ده شعبنا تشاد ما شعب السودان ثقافتنا قريب صحيح كما قلنا واحد كله قريبة صحيح ونفس الشيء شعب نجمينا وشعب الخرطوم أنا أول مرة اللي نمشي الخرطوم عجيب ومن ما مشيت الخرطوم أول مثل كان مشيت دار آخر دائما كان مشيت تلقى شغل وايكي شكلك من منها ننجمينا لكن يوم مشيت الخرطوم ده شفت الناس ده ما قدر فنته هو التشادية وينه والسوداني وينه صحيح كلنا كخلبتنا مثل ده دونك ده عاداتنا كلها بتكون واحدة وتقاليدنا بتكون واحد جميل ولا انينا عندنا ليه بزياره كلهم بيدوروا بيشوفوا هم ما عندهم ليه مجال الثقافه جميل والشيء انينا ما عندنا ليه هم ما عندهم ليه كلنا نشوفوا جميل ام باكر انينا نقدر نقول لنا جيبوا لنا ناس ثقافه هم يجيبوا ناس الثقافه هنا في نجمينا وخلاص نقعدوا لنا في صحه كبيره وبورونا شنو ومن هنا كلهم ما يقدر يقول لنا جيبوا لنا ناس ثقافه يودوا لهم انينا نودوا لهم ده هم بيقوروا ثقافتنا دي كيف ثقافتنا دي كيف ثقافتنا دي كيف وده من بداية الثقافة ونقط جميل. آخر كلها فيه جميل بالنسبة للكلام اللي انت حكيت فوقها ده كلام جميل جدا والاتفاقيات دي كلها احنا محتاجينها اليوم أيوة. كونه يخطط مدينة جمينا ويسوف فوق الزهور وكل وشجر ده احنا محتاجينها البيئة والكلام اللي قلت ده احنا محتاجينها جميل جدا لكن احنا العيب فينا سيادة العمدة العيب فينا احنا دائما بنعمل اتفاقيات لكن ما بنفعلها اتفاقات ما نمضيها على الورق بس اننا عايزك مشينا الخرطوم عملنا ميسيون قديه حوار عملنا في الخرطوم لقينا كون الاتفاقيات القديمه اللي عملوها في المجالات كثيره جدا عملوها مع الخرطوم وما فعلوها عباره عن اتفاقيات بس عملوها وخلاص ادت احنا دايرين نعرف الاتفاقيه اللي توسس وقعتوها مع اوالي الخرطوم دي الاتفاقيه دي متى تبدا الشروع فيها متى تبدا العمل بها عشان نعرفك شيد حققتوه ايوه شكرا تقول الناس اتفاقية وما تابعوا شيء ما كان ده أنا نقول لك لا أنكون الناس ده ما سو إيفالياسيون إيفالياسيون بقول شنو أكون ما سو إيفالياسيون هنا اتفاقيات المضو دولة ده بس الناس ما قاعد بيشوفوا شنو نجمعنا سوا وشنو خرطوم سوا وحس أنينا في برنامجنا الشغل الجديد ده السبينة ده خطينا لجنة أولية التي تابع تنفيذ البرنامج جميل اللجنة الأولية ده برأسها الوالي هنا خرطوم في سنة والعمدة البلدية نجمينا سنة يعني أن التين ده رؤسة في سنة واحد سنة واحد لهم هم سنة واحد لنا والسياش كل سنة واحد في نجمينا سنة واحد في الخرطوم عجيب
اللجنة الأولية. لكن خطينا آخر لجنة كوميتي تكنيك عشان يقدر يتابع في أي 6 شهر يلموا ويسو يدرسوا يشوفوا شنو الشيء السوينا في النقطات على 4 أوريتك لهم ده. جميل. واللجنة الصخيرة دي برأسها السكرتير جنرال حنا الوالي حنا خرطوم سنة، وسكرتير جنرال حنا بلدية هننجمينا كل السنة مثل ما الكوميتي ده الكوميتي التكنيك كله سنة لخرطوم سنة لنجمينا ونشارك فوقها سفرانا أنا التنين السفير التشاد في خرطوم وسفير خرطوم في تشاد هم كله لازم يقودوا ويشيفوا المتابعة دي قاعد تبقى كيف عشان هم كان قاعدين ده لنا أننا كله الكلام بمشي أجلة بيساعدونا بيسهلوا لنا صحيح صحيح. أيوة بيسهلوا لنا جميل. دونك هم بقودوا بتابعوا معنا في الكوميتي تكنيك وفي اللجنة الأولية كلها. جميل. معنا النقطة اللي داير نوصل لها أنتوا الاتفاقية دي الآن عملتوها مع الخرطوم والمشاريع اللي تقولتوها دي كلها مشاريع جميلة، لكن دايرين نعرف المشاريع دي هل حددتوا لها زمن متى يجي يبدو الشغل؟ الشغل ده بدايته في البرنامج قائد ده من يوم الوقان على من يوم الوقان على هو جاري خلاص. أيوة. وحس جينا هني أنا كل الكوميتي تكنيك ما ذهبنا خطوه هناك ده قلنا عدده الكوميتي تكنيك عند 10 نادو 10 نادو ده إلا حددنا الأمين العام هنا خرطوم وأمين العام هنا ميريا ننجمينا الأقابر كله كنا نخطو الناس ده ونشيله أكت الناس ده بقول لهم أتو كوميتي تكنيك وكده دخلتنا لهم خلاص هم بلموا بيشيلوا البرنامج كوتي هنا ننجمينا وخلاص النقاط الأربعة ده بشوفهم بقولوا شنو النسو نبدو بشنو بيسو بلاني صحيح. أنا برنامجنا ما برنامج كان كنال أنا 5 سنة لكن الكوميتي التكنيك يوم يجي يصير برنامج أنا سنة خلاص برنامج أنا السنة ده كان سوا هم بلوموا أي ما 6 شهر الكوميتي التكنيك خلاص في 6 شهر ده كان لموا ده بيسو إيفالياسيون أنا 6 شهر خلاص بشوفوا بقولوا برنامجنا أنا السنة ده كما قالنا أديل مانيسو يلا خلي بتان نزودوا إيفور عشان السنة ده الوالي مع الأم ده بلوموا ده يلقوا شيء مليان دونك عندهم ايفالياسيون امي باركور في جميل. سمستر في سمستر جميل ده بس محلينا عشان الكوميتي تكنيك ده من ما خطوا يبدا العمل وعانينا هسه مع الوالي من ما يوم مضانا خلاص البروجرام جاري جميل هو نقلنا النقطه الطالده في البروجرام اللي بتكلم بالبيئه نقلناه ومشينا مع وزير البيئه سوينا برنامج اخر دونك وزير البيئه نفسه مع وزير البيئه بنفسه دونك جا جينا ما دخلت بدينا جميل بدينا خلاص البروجرام هسه انت سالتيني وقلت لك نجي نخط الكوميتي واي حاجه لكن انا بدينا من في الخرطوم الوالي يوم وقانا معايا عنده وزراء معايا صحيح وفي المكان ده وزير الصحه وزير البيئه هو جاهز صحيح وخلاص قال نمشي لكم وندرس ونشوفوا النقطه تخص البيئه دي شنو فوق تدور لا ده عمل جميل ده خلاص طوالي لمينا وخلاص عندنا نقاط فوق في ما يخص البيئه هجينا كثير بالسنتير فيرت السنتير فيرت ده الهزام الأخضر ده الناس في أقولهم ده بيشوفوا السنتير فيرت هنا قوي ولا بيشوفوا السنتير فيرت الناسيونال اللي بقوم بجي في داكار دير بجي بقى اسمه شنو هو بس هي سنتير فيرت من داكار بجي كنا من بهدي بسودان وبمشي ده الناس بقولوا ده لا لا آنينا هسا وقعنا ندور نسو سنتير أوبليريال يعني عندك ده هزام ده ما هزام واحد بس هزام في لبن جمينا داخل في لبن جمينا داخل هزامات عجيب والله بالكلام العرب كذي هزامات أحزمة أحزمة أيوة نسو أحزمة في لبن جمينا ما إلا يكون قال في قوي ولا هناك أنا الناسيونال لا أنا الناسيونال ده ما بخص في لبن جمينا عندنا هنا قوي وعندنا أننا شفنا في لبن جمينا كي نسو سنتير فيرت كتير لبن جمينا لا لا من هنا يربطين نشوله من يربطين لا هي الاتفاقية دي اليوم كنفذوها ده هي خلاص مدينتنا خلاص المدينة تنجمينا بتاعتك خضرة مدينة آخرة أيوة مش بقولوا تونس الخضراء تنجمينا الخضراء نتمنى وإذا مش هادي أنتم بتعرفوا طبعا العمدة دي اليوم من جابها بتتحرك اليوم من جابها قاعدة بتشتغل كل الناس قاعدين بيتكلموا يعني عملها بدأت على طول ونجمينا اليوم شعرت كونه صحيح في عمدة اليوم جادة في عملها ومتحركة ونحن في موسم الخريف اللي فات هي كان ما موجودة موسم الخريف اللي فات كان الناس عانوا كثير جدا من مياه الأمطار والشوارع كان تعبانة عندنا تقرير
حنال اللي بيتكلم عن المياه وتشوفوا ناس نجمينا في الخريف يعني، وخاصة الأحياء الطرف الناس كيف بعوشوا الخريف. خلينا نشوفوا معكم التقرير ده ونرجع ونتابع مع سيادة العمدة، ابقوا معنا. هكذا تبدو العاصمة إنجمينا قافي فصل الخريف، حيث يعيش القاطنون فيها في حالة صعبة وقتال مميت وصراع شديد مع أمطار الخريف، وتمتلئ الشوارع والمنازل بالمياه. ويتساءل المواطنون أين البلدية وما هي وظيفتها وما هو دور البلديات في الدوائر العشرة، بل يلقي البعض اللوم على القائمين بالبنية التحتية. إن المجاري المائية لصرف المياه تبدو ضيقة ولا تستطيع تصريف المياه، بل أن القائمين بتنظيفها من الأتربة والأوساخ لا يحفرونها كما ينبغي، بل الطامة الكبرى بعد إخراج الأتربة والأوساخ منها لا يقومون برفعها ونقلها بعيدا، بل يتركونها لتعود لتبرح مكانها. وهنالك شوارع تمتلئ كليا بالمياه ويهجرها سكانها ليبحثوا عن طريق آخر لهم ليتواصلوا به حتى ينقضي موسم الخريف. وهذا لسان حال المواطنين. هنا في الخريف يأتي البلدية تقوم بإجراءات أو تقوم بمراقبة الشوارع ومراقبة سير الطرق حتى المواطنين لا يعانوا مثل هذه المعاناة. مثلا أول مطرة نزلت كما ترون يعني مثل هذه الأمطار، وأول مطرة والمواطنين يعانون، فهذا كله يرجع إلى عدم اهتمام البلدية بهذه الحياة أو بعدم فك الطرق لسير المياه. لذلك عليهم أن يراقبوا الشوارع ويراقبوا الأحياء التي تتضرر من الأمطار قبل نزول الأمطار. أما من اليوم عندنا تقريبا 4 سنة وزيادة، وده شاري هكذا، ده كارثة كارئة. شاري ده يوم مير وقونسيه خليه أدلو شاله وماشين كله ماشي، وده كل شيء ده كارئة. سنة فات دورنا كتربولة لسه قال في ميري برسك إن كتربولة تروى بين بقرين ما جابوا لين يوم ما شاله شاري ده. كان هسه انتم موجود ما تشوفوا ده الشاري، أنا يعني الحمد لله لكم أي شيء قصرت علينا ما في. أما بالنسبة لده مير ما خدموا لنا شيء، ولا مير ولا قونسيه. ده هدفنا علينا القاعدين فوق، وده نهينا القاعدين فوق أي شيء نخدمه. أما مير ما أونون ما خدموا لنا، لو يهنا ما بنخدم لنا بلا بال بلا بال بلا بياس بلا آخر نقدر نخدمه شاري ما نقدره. الميري أوكي جدا وين شيف ديكاري، ده شيف ديكاري يلا أون الناس وين تعال أونون نخدمه نخدمه. ميري ما بيجينا ولا شيء. كونسيه الهطوم كونسيه الناس هطوم لف أيدي كونسيه يمشي في المارشي كونسيه هني مارشي بمشي في مارشي بشول جلس أنا مارشي. هكذا تساءل البعض، هل يمكن أن تكون أنجمينا في يوم من الأيام مرآة لإفريقيا كما أراد لها البعض؟ سؤال يجيب عليه الزمن. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مجددا. سيادة الأمدة، طبعا دي حال الشعب في شعب أنجمينا في أيام الخريف، والسنة أنتوا شلتوا العمل، والآن الخريف أيضا قريب، الأمطار الثقيلة كلها ممكن تنزل. شنو اللي بيستهل المواطنين أو شنو مواجهتكم للخريف الجاي؟ شنو سويتوا؟ أول شكرا، قبل ما ندخل فيه هنايل أنا سويته ده ندور الشعب أن أنجمينا ذاتك يفهم مثل ما هسه في البداية قلنا أنجمينا هي ذاتها كي كم سألت الناس الأميناجيست البعرف النيفو هنا الجمينة ما النيفو هنا البحر ده هي الجمينة كيفيت يعني هي طاسة وكان بيجي الطاسة ده كيف الألمي يجري ده هو مشكلة كبير مرة واحد وده بدور مويه شديد وبدور فكر شديد قبل حتى المياه كان دلت ده كيف تجري ده بدور كلام كبير صحيح. وبتن نجي لك في البداية يعني نقول لك الناس قاعدين بقولوا في مكان أشوائي، البكان أشوائي ده بكان واحد ده نقرة، ولا حكومة خلا قال ده ريزيرف قال ده نقرة إلا الحكومة يقدر ليه كان يبني فوق أندير كان يجي يرمبلي سدة كل الحكومة عنده ليه فكر لكن الشعب بجو وببني الشعب بجو وببني فوق والألمي أمباكر الألمي بجري في مجاري صحيح. كان يجري في مجاري كان لقيا بيتك ده ولو بيتون كله والله يشيل يمشي فوق صحيح. ده أول بالأول كخلينا فهمه قبل عشان أننا ما متساعدين نجمعنا قاعدة لا في طاسة، وتاني حقه الناس بقول في مكان أشوائي مثل ما قلت وبيد كلك الميري ما تقول براك روازي وتشيف الشعب ده يقوم في لب الألمي، لا لازم المجاري اللي عندنا دول ده
نقدروا نهكوهم نسلوا منهم الوساخة، عشان الشعب الوسخ ذاته بصوبة في لب الكانفة ذاته ما بيساعد ما بيساعد. والخريف كان جاي لازم الميري بقوم بدري عشان بسل الوساخة الشعب صباه في لب الكانفة ده. وبعد ما يسل الوساخة لازم يخم الوساخة ده يوديها بعيد، والشعب الميري لازم يسوي كوميونيكاسيون عشان الشعب ما بفهم ده، ولا نخلو نقوله ما بفهم لا 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 يسوي لي برنامج عشان سنسيبيليزاسيون. هاي أخواني الألم ده قاعد باكل كده عشان الكانفور أنتوا قاعد تصبوا فوق وسخ، والوسخ كان قاعد الألم كان جا ما بجري، الألم كان مجرى بقيف وباكلكوا في البيوت ده. لازم أنينا نسوي برنامج مليان عن التوقيع. حس أننا حاليا بدينا فكينا الكانفويات وقايد نخدم وقايد نكيري، والبلديات اللي هنا الأرندسما هم كل عندهم كانفويات خاص هنا الأرندسما. أننا مكلفين بالكانفويات البشقو اثنين أرندسما ولا ثلاثة أرندسما، ده أننا مكلفين بانتر أرندسما ده أننا نسو. لكن الكانفو اللي هو بيقوم من الأرندسما وبقي في نفس الأرندسما هو هنا الميريان الأرندسما. ميريان الأرندسما هي المكلفة. ميريان الأرندسما هي مكلفة به. ما الميري سنترال. ما الميري سنترال. عندنا مقسم. جميل. الكانفو الميري سنترال بنكو تقول فيه، والميري صغير كله بنكو تفيه. كان شيلت شارع 40 ده من رومبوين هنا أنا عادم شيري كنما نماشي لشنو نما نماشي ده كم أرندسما جاي بشوكة. صحيح. بشوك ديزيم بشوك سينكيم. كاتريم. بشوك كاتريم. بمشي كده من بلحق ويتيم ده الميري الكبير مكلفة به. وده حصل أننا جمعنا بيه وقاعدين نخدمه فوق دونك. وكان شيلته هنا أفيني مولدون بدا كل تلقى ديزيان بهني تلقى كاتريان بهني كله ده أنا أننا قاعدين نخدمه. جميل. بالنسبة لكوتو ال 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 الكلام الحجيتي كونه أسوأ حاليا بدوتو كونه تنكوتو الكانفو الموالي لكوتو والموالي للبلديات التانية أيضا هي مكلفة به تقوم تحفر قبل الخريف ما يجي. أن إحنا الحاجة الملاحظة والحاجة المواطنين كلها مستائم منها والمواطنين كلها زعلانين منها كونه في ناس بيجيبوهم بسولهم كونترا عشان ينكتوا الكانيفو بقوموا الكانيفو ده بسولو ده الواحد بس بخلوه كم بتاب بمشوا قدام بسولو ده الآخر واحد بس الأسط ده بخلوه وبمشوا بنكتوا شيء كيبز وخلاب بمشوا بخلوه بقولوا أن إحنا نكدنا الفرق الأسط الدال المعرفة أو الفرق الأسط المسدودة دي لربما تكون هي دي المسدودة أصلا الوسط فوق مردوم ما بحفروها. وده الملاحظ أنا دول نعرف السيرفيا أو الناس المراقبين دول ما قايمين بعملهم ولا البلديات المكلفة هي ما بتراقبهم. شكرا. في المجال ده بس الملؤوبية كلها تجي في البكالة. أيوة. وأننا السنة خطينا اللجنة قريب 10 نار 10 نار من اللجنة من أي سيرفيس أنا ميري ورأسا السكرتير جنرال. شلنا من الفواري، شلنا من الديركسيون هنا الأسنسما والسانتي، شلنا من الديركسيون هنا الإربانيسم، كل الناس دول شلناهم خطيناهم في كوميسيون. جميل. وأنتينام الكونترار كله في إيدينهم وموشوا وصفوا لأي فورنيسير عنده كونترا مش وصفه بكان البقدر بكان البنكوتا بكان القاي في كونترا حقا. قالوا لي انكوت يوم الات كمل تجي تقورينا اين في الكونترا خطينا. قلنا كان فورنيسير كمل ده تمشوا اول بالاول عندنا اوت تشكو تشوفوا الكانفو ده تشكو يشوفوا ويجيبوا لكم في التلفزيون تشوفوا يتشكو يشوفوا هل ليه ولا ما ليه الوساخه دي مرقت 100% ولا ما مرقت ليه قال اسمنت تيد ولا ما ليه. ايوه أسمنتي ليه يمشوا برا الوساخة الطلقة دي خماها ولا ما خماها. أيوة. عرفتها دي كان خماها الدال ده قبل أسد ده ولا ما قبل أسد ده أشياء ثلاثة ده كل كي يخطوا لي في البروسي فيربال عن الريسيبسيون هم الأشرة ده كل يمضوا فوقها. وقت اللي كان جابوا لي يا في الحمد لله أنا نسيني. تمام. أنا ما نقول لك نقدر في أي كونترا نمشي نقيف لكن أنا هسا خطيتها في برنامجي هم يوم جابوا لي فورنيسير واحد اثنين ثلاثة أربعة كملوا نقوم نمشي في الواحد نشيف. أيوة. هل بيجي ولا ما بيجي؟ ده إكزامبلير. إيشانتيون. نشيل إيشانتيون ونقيف نشيفه. هادونك السنة ده أنا نطمنوك كي لأن الكونترا السوينا ده ينخدم 100% ينكتو الوساخة يودو بعيد والدال يسدو. وده اللجنة مسؤولة منه كان سو إيرير
نسولهم سانسيون. عدنا نتمنى كلامك اللي قلت ده سيادة العمدة كلامك ده يتحقق، لأن السنوات اللي فاتت دي احنا تعبنا أو المواطنين تعبوا، الوساخة بسلوها من الكانفو وبخلوها في خشم الكانفو، بس بعد يومين ثلاثة الوساخة الرجل والريح بس بتقبلها بتتم بالصبعه، والكلام ده مشاهد. تعرف شنو هو ما قاسي ذاته حس الوساخة القايد بمرقوه من الكانفو ده بكان واحد نقر قاعدين الناس قاعد بقول لهم هو صبوا لنا في النقر الشعب ذاته دوروا صحيح أول ده في الكونترا ده سوينا لهم ده بمشي بودوا بعيد، لكن هسا هم الشعب دوروا عندهم نقار في لبل هيلي الكونترا انا ذاته ببقى لهم خفيف يعني قروشهم بفدي لهم بدل ما يشيلها يوديها برا، بدل ما يشيلها يوديها برا يكلفها وتير يكلفها كربيران يكلفها سواق يمشي بكان بعيد ويكلفها والزمن قريب، بس بقول لهم هاي ده ونقره هنا تعالوا جيبوا صبوا لنا. ده واحد. اثنين، انا الآية داير نفهم منك سياده العمده، هل هو الانسان اللي بيسوي الكونترا ده كونه الكانيفو ده كل الدال الفوق قاعد ده يسل منه حتى ينكت، ولا يسل دال واحد ويمشي قدام يسل دال واحد ده الكونترا هقوم، لان ده المشاهد اليوم في جنبنا ده والله خدمه. كان زمن ما ادري حس اليوم ده كانيفو قاعد بكل قفاته. انا ناكد لك كانيفو بس مشي ده كل بفطه وبعدين كل يسد. ويمكن في كان الكانيفو ده مش المسد كده في 10 متر انت فكيت هني 5 متر خليت 5 متر، يمكن اكون النقر اللي فكيت فوقها 5 متر تقدر توديك تلحقك تنكت البيل كان بيجي طويل. ايوه كان بيجي طويل ما بمشي. الكانفو ذاته كان طويل ما انت تندس كامل في الوقت تقدر كل تخرطه. ده زي بتاع مرجان دفاك بلوله تكنيك ما ده بكون تكنيك ما ده بكون، لكن بس في سلة ده انكت ده وده خليه وده انكت وده خليه. لا 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 ده سنجاري انجاري وداني احنا شاهدنا في انجاري وفي ويتم وشاهدنا في في في, في مرجابي ده بسو الكانيفو قاعد تشوفي مثل دابس بمشي بسلة دال واحد بس كان بتام بمشي بعد ثلاثة أربعة دال حتى بتام بسلة واحد، وقد يكون الدالات النطوهن دال ده مدفونات أصلا، وهو الكانيفو ده إذا كان دال واحد كلها مدفون ما نكد ده حتى ولو حفر من هنا إلى هناك ما ينفع. حسا مش اللي قلت لك تكنيكا ما بكون وكان بس سرقة كله بكون ومتنين كله فيه. أنت كان جورناليست ده أمشي بلا شابو، أنا جورناليست أقول لهم أنتم مالا الدفة دلوال ده كده يقولوا لك شنو. صحيح أيوة. ده اذا كان الكانيفو طويل ده ممكن أيوة. ممكن كانيفو طويل وتقدر انت تمشي تنكت بلد ده كان ما رفعته كله تقدر تنكت ده كله ببقى فيه. ايه نتمنى كلامك اللي قلت ده سياده العمده السنه يتحقق، والناس دي لابد يكون في كنترول جنرال عشان الناس دي ما تتلاعب بالمواطنين. يعني واحد يقول لك بنكت الكانيفو وبسل الوسخ شيء كبس بخطه وبمشي بشيل ملايين من الدوله اموال ساكت بس وبل الكانيفو يا الكبار كلها اللب نجمينا ده ما ولا اي بيت عندك كانيفو ده ما في. صحيح. لكن يدوروا من الشعب هو ذاتك الشعب خلي اي نانو فخش من بيته البور هما 15 في 30 كان كوته هناك انا 30 بس في الشارع كله انكته كان كوته هناك انا 15 كله انكته عشان الالم يجي يمشي. انت كان نكت وده كله نكت ده كله نكت ما نجمعنا كلها نكت. صحيح صحيح كان كثير ده شغل 30 متر صحيح وكان شيء شغل 15 متر صحيح. ده ندور من الشعب كله ده يساعد. ندور رمانو اوري للشعب بالوقت اللي هسه انا عليهم قاعده ده نقول للشعب خليه يساعدوا للميري يساعدوا للميري الوسخ ما يسبوا لنا في الكانفو ولا قدام بيتهم خليه يسوي مجرى ما يقعدوا يداوسوا هسه بيجيبوا في التياتر بيقولوا قال الناس انجمينا الجيران لموا وقال قاعد بيداوسوا قاعد بيجيبوا في التياتر على التو دول قاعد بيجيبوا قال الناس لموا داوسوا مالو انتوا جيران وتداوسوا خبر المي جابوا صبوا بمشي في شهرين ولا ثلاثه ولا اربع شهر بس الخليج لا احيانا واحد قال بيقولوا المي قدام بيتي ما ينكتوا ما يجروا افكار سيئه وثقافه بالدوله كان قال لك المي في قدام بيتي ما يجروا اكون جار هناك ابو ما يفك وهو كان مفكر خلاص المي من الجيران كله بيجي بيجي فوقه هذا ما مفترض يقول السلطان الاخر كله خليه يفك الاخر كله يفك وده ده الشيف ديكاري الشيف ديكاري هو بس اول ريسبونسابل في الكاري يقدر يقوم بالعمليه دي ايوه وهو ايضا المشاهدين الحاجه المشاهده ايضا في بعض الناس للاسف ما بيهتموا بالكانيفو الكانيفو ده صحيح دوله نكتتها لكن ما بنفع المواطنين يعني واحد الكانيفو بمشي قدام بيتك بيشيل لك بين هنا تراب عايز داير تبني بيتك البين هنا التراب ده بتجيبه بالصبه في الكانيفو البين التراب الصبيته في الكانيفو ده اكيد ملل الكانيفو وبعدين انت ما بتنكتها بتخليه بتقول الميري تجي تنكتها بمعنى انت ذاتها ساهم في 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 ضرر في ضرر الشعب فنتمنى المواطنين ايضا يساعدوا البلديه ويساعدوا الشعب عشان الشعب يكون مرتاح. سياده العمده ايضا في شوارع دي اثناء الخريف ده الناس كامل كل المواطنين بخلوها بمشوا فتش شوارع اخر عشان يؤدوا الشوارع اللي تملي المفل احنا لما سالنا ناس البلديات قلنا لهم يا جماعه الشوارع دي
أثناء الخريف ده الناس بتعبوا لغاية بتكون مكفولة، حتى ولو عندهم جنازة ذاتها بيشولوها بكتبهم هتمرقوها القطنهم يمشوا فوقها. والشوارع دي اليوم الخريف قرب وحتى الآن قاعدة في حالها اللي شفناها فوقها دي، شيء كفوق صبوا ما في. في استراتيجيكم الجديدة عشان عايزين تنقذوا المواطنين، هاي وضعتوا اعتبار للكلام ده ممكن تساعد فوق المواطنين ولا لا؟ ايوه هسه كده ما نقدر نقول لك شوارع كلك هننجمينا دانينا نقدره نردموه وخلاص الشعب كي 100% يمرق من الرطوطه ومن الالم ومن لا ما نقدر نقول لك صحيح. لكن عندنا برنامج اللون تيرم، البرنامج اللون تيرم ده عندنا شوارع بريوريتير. النادم من بيتك كان ما قدر مركله تيجي تلقى الشارع البريوريتير تقدر تعدي، دونك عندنا شوارع بريوريتير مهمين لنا ونردمهم في السنه ده. والشيء اللي قلته ده المجاري قدام البيوت ده بيسهل للشعب، المجاري قدام البيوت بيسهل للشعب. صحيح. خلي اي واحد فقش مدربه ينكد كانفه عشان الالم كان صبا يمرق. الالم هنا بيتك كله كان مرق برا ولقي كانفه بقى في الكانفه وبمشي قدام. في سؤال تاني خارج الكلام اللي انت قلت ده، المواطنين بعض منهم بتسال بيقول اننا ما عارفين حتى اليوم العلاقة بين البلدية سنترال والبلديات الموجودة في الأرندسوما، ندور نعرف علاقتكم شنو، الحدود اللي انتم بتعملوا فيها شنو، الحدود اللي هم بعملوا فيها شنو، عشان الناس تعرف. علاقة أنا ميري سنترال ما أشرة ميريدة كان ما عندنا علاقة كيف نخدمه. صحيح. ما شفت البريمير أرندسوما عند تيريتوار، الديزيام عند تيريتوار، تروازيام عند تيريتوار هكا. لكن أنجمينا تيريتوار أنا شنو؟ أنجمينا تيريتوار أنا ما أشرة أرندسوما ده تيريتوار أنا أنجمينا. صحيح. كان ما عندنا علاقه وما عندنا استراتيجيه واحده كيف نبون نجمعنا الفيل ده نجمعنا يدور ديفلوبي نجمعنا واي اروندسمون بيديفلوبي اروندسمون هكا الديفلوبي ما هنا الاشهر اروندسمون هو الديفلوبي ما هنا الفيل ده نجمعنا صحيح. دونك قلنا ما عندنا علاقه كله ساكن واشياء في كلكم تيريتوار انا وايد يعني مش للتاكس تاكس اللي نشيلوه ولا كل الضرائب اللي نشيلوها عندنا ذكري كيف نقسم الضرائب ده نخدمه بيها. عندنا ذكر خاص كأي ضرائب تكون صغير مثل ده يقولوا لك 50% هناك 50% هنا الأرونديسما الأشياء ده قائد فوقها ولا 60% هنا الأرونديسما 40% هنا كل الشيء ده عندنا ذكر ومحدد شيء بخالفنا مع واحد ما في. جميل. ايوه. بالنسبه لهم البلديات الثانيه تسقط عندهم اوتونوميه تمام. ايوه عندهم اوتونوميه. جميل. استقلاليه التصرف بالنسبه لهم هم هسه حاليا ده كل سنه بيقولوا عندهم بيدجي مليار عندهم بيدجي المهم 800 مليون المهم عندهم بيدجي لكن البيدجي ده شنو اللي بتصرف فوقها خلال السنه يعني بصرفوه في شنو البلديات خلال السنه البلديات هسه الاشياء اللي تدوروها الميري تسوي للشعب ده ما كلك بيدور موين. صحيح. يوم تقول ندوروا أمرقوا لنا الكانفو أدلو فكوا أديل هكوا أديل ده ما بيقرس. يوم تقولوا الوساخة أملت لنا تعالوا أرفقوا أمرقوا لنا ما بيقرس. يوم نقولوا أمباؤودة أقتلوها بيقرس. البرسونيل البخدم بدور قرس. ولا قشير الشواري كله بدور قرس. ولا بروغرام أنا ديفلوبمان شنو إنت تدور تسي إتود دول كله فيه ما إلا كلك رياليزاسيون أنا السنة بس شفته لا شيء وهادين ده دراسة و 1 مليار 2 مليار ده ما في شيء. صحيح. بلديات هنا أفريق بس ما نكلم لك بلديات بلديات في أفريق بس بلدية وايد بس بقول لك إن ده ميزانية أنا 100 مليون أنا 200 مليون أنا 200 مليار ما هادي لك بخدمه 100 مليار 200 مليار لك بخدمه سيادة العمدة ما القرص بخدم. ما انت بعقلك الشيء دول اذا كان ما قدرت تنظم نفسك ده كان انطوك الكثير بتنظم نفسك كيف؟ ان شاء الله مثل ما قلت يدور برنامج ويدور دراسه والشغل كم تسيب بلا دراسه ما ببقى والشعب كمان انه هو الدراسه ده في السنه ما بينشاف في السنتين ما بينشاف بيدور شغل اللون تيرم. هسه انا اليوم قاعده في الميري انكون الالكسيون مونسيبال 2018 بس بكمل بس خلاص نقول انا نخدم انا 2018 بس نمشي لا انا نسيب برنامج انا فيزيون انا نجمينا 2030 2040 ده ندور نجمينا تبقى كيف عشان انا قاعده انا مواطن انا نجمينا. صحيح. عم باكر كان في الميري ما فيني كله انا مواطن انا نجمينا. صحيح. والشيء اللي ببقى ده نستفيد منه. صحيح. دونك هسه انينا ندور نسو بلان دي ديفلوبمون كومينال. البلان دي ديفلوبمون كومينال ده بشمل الاروندسمال 10 شنو ندور نسو من ناحيه الانفراستركتور من ناحيه السانتي من ناحية الانفيرونمان
من ناحية الأسنسمة شنو ندورون يسوه ده كل كي 2030 ده شنو ندورون يسوه. مشينا في بلديات آخر ده عندهم كارتة في راستابل قال كي ده خريطة هنا فيل هنانا 2030 2040 ده ندورون يسوه. ناس بيسولي المستقبل للمستقبل هاي سندور أنا كمان ندور ناكل حاصل أنا سندور نزيمشي للمستقبل أنا أمباكر ده بالتزويد بس نقى مع فيني آخر المير الجدة خلاص بشيفة ده سامي خلاص هو كله بقوم ببيني فوق هو بس يمشي يبقى في البروجرام في البلان سوينا ده والبلان ده ما خلاص مريم بس سوتها لا البلان ده يدور ناس فنيين ناس تكنيسيين ناس كونسبتور ناس سو خلاص الاشياء ده في مكان اخر عندهم خبره نجيبهم يسو لنا البلان ده ديفلوبمنت كومينال والكونسييل هسه قاعدين دول هم مكلفين بيشوفوا ويخصصوا فوق وبالارونديسمال اشره كل اي واحد في مكان بخصص فوق يوم انت تشوف الخريطه كده تقول خلاص نجمعها نمشي لباري نتمنى الله يوفقك في عملك. بالنسبه في كلامه اظن انت حجيتي كان قبل في الاتفاقيات لكن الناس بتستفسر منا بقول لك نجمعنا دي مكان هنا نفس كي ما عندها نفس ما عندها المدن الثانيه حتى ومدينه الخرطوم اللي انت شفتيها مدينه الخرطوم مدينه القاهره المدن الثانيه يعني عندهم اماكن للنزهه يعني واحد كان شفتك وطبق عليك هامي بشيل يالك تمشي الحديقه او الجردين ده كله بشيل يالك بمشي الحديقه او الجردين انجمينا بكان تنفس كوغا كما في حتى يوم العيد بكان تمشي فوقك كما في وانت بصفتك كعمده اكيد الكلام ده بعنيكي فشنو الاستراتيجيه الجديده اللي ممكن ناس انجمينا يتنفسوا ايوه نانو كمان نفس ده تموت صحيح نفس اللي بقوله ده نانو كمان عندك ليه تموت صحيح لكن يوم انا قلت لك الاسباس فيردا والاسباس فيردا ما خلاص بس مكان اخضر وخلاص لا لا عندك كومبلكس فوق الكومبلكس ده الاسباس فير بينوس مكان ملاعب هنا اطفال بينوس ايوه يعني اما الصخير كم جات ده للاياله اثنين ثلاثه تدسهم مكان اللعب وهي كمان تقعد مكان تنفس فوق تشيل قهويتها ما زوجها في جنبها ولا ما اخوتها ولا ما رفيقتها ايوه بكان ده بقود بينفسوا خدر الايال ده ساعه يلعب. ساعتين يلعبوا ده هم بقود بينفسوا ده دايرين نفس الكومبلكس ده صاله تكون كبيره انت الافراح ده كله في جمعنا ما عندنا ليه ودسينا هسه في البروجي انا البروجي هسه مدينه فوق ده ندوروا صالات كبار في جمعنا في جمعنا هم في الخرطوم انا مشيت في واحد بس قاعد جايني شيف كده قال لي مثل 60 مثل الصاله الشفتيه مثل الصاله الشفتيه دي قال ده 60 ده كي انا اعرفك بجي فوق ناس اوفيسيال خليه مدقق ده عجيب والله خلاص انا قلت لهم انا دي الواحد مثل دي بس ندورها حتى قبل الفتش الاخر ايوه عجيب والله دونك يوم بقول لك اسباس فير ده ان كومبلكس صحيح ما بس الا مكان اخضر بس صحيح صحيح. كل الاشياء دي تكون كومبلي ايوه نتمنى الكلام ده يتحقق سياده المير بالنسبه لل حي انجيلي كان يوم ده كان قمت ب بعض الأحياء في إنجيلي كسرتوها وفي بعض الناس شوية في المواطنين بيقولوا ما حلو فدايرين نعرف الناس اللي كسرتوا بيوتهم دول ده كان صوتوا لهم شنو حتى الآن كي أيوة الفين جيلي ده أول بالأول كي بيجي كسرين سنة 2013 سنة 2013 ده الهلال والردوان ده كل كي الجوري سانسي ميري مع مينيستير هنا الأراضي جو كل رسانس الناس ده وإيفاليوه بيكلفوا كم الناس دول سو ملف وجو الناس ده أي واحد جو سو كوميسيون هنا أتريبيسيون هنا تيران والناس ده كل أي واحد فلان والفلان إندا بكان كي فلان والفلان إندا بارسيل نمرو كي فلان والفلان بارسيل نمرو كي ليفر قدر ده من 2013 في أنتم بكان في إنجيلي في تكرة انتم بكان في تكرة قالوا الناس ده يرفعوا من البكان ده يودوهم لكن ما جو كسروهم كلا خايد 2016 انا جيت في نوفمبر ده وخلاص مشينا كسرناهم وقت الكسرناهم كولنا لجنة ومشوا وصفوهم بكان الانتينا الانتوتهم ليه ايوه بس يوم مشينا يدهم قايد ننتوهم مشينا بكان ننتوهم عندهم الناس ذات كالبوبيلاسيون بقوا ام بين الناس ده وام بين المينستير انا اوربانيزم وقاعد بيسوم الاوبيه قيموا جوطه ما عندنا بيوتنا ما عندنا بيوتنا قال الناس الخطوم اسود ده بقول لهم جيبوا شغل قبل نوصفوكم مكانكم دول بقوا دي مارشير ولا شنو؟ دي مارشير خلاص اننا كونا لجنه بتانا الميري ومينستير انا اوربانيزم
كوننا لجنه ومشينا دلينا لهم في تيران قلنا ما عندنا واسطه ام بيننا وام بينكم مباشره. ده والليفر ده ده والليفر ده اي واحد دني مروه انا بارسل حق وده بكانه ده الناس الريسانسين من دي ميلتريس الناس وهادين في ما ريسانسين من دي ميلتريس وانينا مشينا كسرنا قبل ما نكسرهم مشينا كله سجلناهم وايفاليو بيوتهم بكلف كم عندنا ليه ملف ومشينا كسرنا مشينا كسرنا ده معلا عشان ندوروا سيكوريتي على المكان يعني الناس ده بقوا زحمه في جنب الدوان الناس بقوا زحمه زحمه في جنب الدوان الناس التانيين دول لا ناس في عندهم بيوتهم انتم لم اديل ما قاعدوا بعشوائي لكن ندوروا في الامن للدوان ولكل الحوالي هنا الدوان دورنا ليه الامن ده الناس دول لا جينا رسانسيهم وكسرناهم وقاعد ننتهم مكان ايوه تمام. في ناس بيقول لك عندهم تيتر فانسيون تيتر فانسيون البيوت البعض البيوت الكسرون دي هلا نفس قيمه البيت بتنطوها للشخصي ولا بتشوفوا قيمه البيت دي بتساوي كم حتى بعدين ممكن تنطوا تيرين حقه ممكن يزيد مكانه الاشياء دي كلها كعندها لوا صحيح وعندها ديكري دابليكاسيون النادم كان جاء عند بيته ده كم حكومه بدور بشيله منه ده شنو بنتي ده كله كتكس جايد وانين ريسبكتد تكس كان عندك تيتر فونسيه كان عندك جري جري لا لا شيء ما عندك بس والناس كله شهدوا لك ده بيتك كل الاشياء دي قالي كيف نقدر ننتو النادم ده نرسبكت اللوا وننتو ايوه في بعض الناس ايضا بتسالوا عن كلام لكن الكلام ده مش عارف هل حتى الان كل ملف وصلتوا لنتيجه ولا ذهاب الملف ماشي في دكاكين بنوهم في كارتيه كركنجي الدكاكين دي مع البارك هنا مدينه مع البارك هنا بشدة مقابلات بارك هنا بشدة بيناتهم قدرون الدكاكين دي خلوهم الناس دم يبنوا دكاكين قريب بمليار ولا بكم كم ملايين حتى وراشي البلدية جاد وشالت ديسيزيون أو شالت قرار قامت كسرت الدكاكين دي حتى الآن الناس ما عارفين شنو السبب هذا التكسير والدوسيه وصل وين حتى الناس الآن ما عارفين شنو السبب أيوة مثل ما قلت لك ده الحكومة هو بس بقدر بنتيك بكان وهو بس كان احتاج لي بقدر بشيله مخير لكن كان قال بشيله كمان بنتيك خسارتك صحيح أيوة ده يبقى كان السوق أنا كركنجي كان سوق آخر كان بيتك كان أي مكان حكومة يقدر ينتج لي برسمي صحيح. لكن كان دورة عند فوق برنامج عند فوق بروجي في المكان ده بقدر بشيله منك هذا كله مثل ما قلت لك عندنا لوا وعندنا ديكري نأبليكي ول كان عندي دوما جمال النادم بنتو ليه الناس الكسر وما الدكاكين دول حتى الآن كي وصلتوا للنتيجة خلاص أقنعتهم ولا لسه بتدرسوا في الملف ماشين ندرسوا في الملف الملف تدرس أيوة ندرسوا في الملف لسه ما وقفنا تمام أيوة. جميل جدا أيضا قمتوا بضرائب زدتوا الضرائب في الدكاكين في الدكاكين السوق هل دكاكين سوق الكبير بس ولا دكاكين الجميلة كله ما أعرف لكن المهم الضرائب السبب شنو خلاكوا زدتوا الضرائب للمواطنين في الدكاكين هو الناس ما فيهم شغلنا ما زيادة أنا ضرائب ما فيهم وما دخلنا في سوق آخر شغلنا سوق خلة السوق الخلة ده ما للناس كلام ده عشان السوق الخلة ضرائبه ما عند فوق ما مساوى يعني انت عندك مجازه انا 9 متر كاري انا كل عندي مجازه انا 9 متر كاري انا اللي كفي 400 وانت تكفي 1000 هل الشيء ده لازم بخصص بيه لا نفس المربع عندك وانت تكفي شيء وانا نكفي كثير ولا انا نكفي كثير انت تكفي شيء السبب شنو خلاص الشيء ده انا جابوا لنا اللجنه اللي خطينا تبريباري لنا السيسيون انا الكونسي كله كبليم ده اللجنه دي قلنا ادرس لنا سخله ده مال الشيء ده انجستيس ده مال فوق خلاص اللجنه دي لمت وقالت اول بالاول كي خلي الناس دي نخطهم سوا 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 نساوهم قبل يعني عند الدكان 5 متر كله مع 5 متر شو سوا حتى اول بتان شيء ثاني ده عندهم بكفوا بالينيتي بالبوتيك ما بكفوا بالمتر كاري وهو انينا في لوا هنا انا قاعد ده السوق ده تكفي بالمتر كاري يعني عندك 9 متر كاري ده تكفي 240 في المتر كاري متر كاري واحد هم عندنا مجازي هنا 9 متر كاري 9 متر كاري بلما التاجر بكان واحد بقول انا ما بقاعد زواد ما انا بس قاعد فوقها ما انت كان اربعه كله ما انا بس 60 انا بس 60 انا بس 60 نكفي كفين هنا مجازا وايد ده ال باي اليونيتي اين قلنا اليونيتي ده كله خلي كان تشيل 10 مجازي تشوف فوق خمامه كله انا نجي نكالكل بالمتر كاري كل دكان بالمتر كاري كل الدكان بالمتر كاري عشان الناس ده نساوم هذول الاول بكفي شيء والضرايب هنا 240 بالمتر كاري جا بيجي فوق قال ها زادوا البيري جا باكلنا جاب لنا تاكس التاكس الزاد لنا للسعر ده كله ساكت في ناس وهدين المهجده هم هنام دله
يعني اول كان تكفي 2000 ده اللي بيجي لك 1600 هم ده قالوا ساكت يعني جوسا هو مع الناس ده هم هنام دله ابو ما يهجوا هم اللي هنام طلع هجوا انت تكفي 1000 انا نكفي 400 انا اللي زاد بيجي 1000 ده خلاص نقول زادوا لي انت هناك نقص ما تهجي يعني الجبال عند الدكان 5 متر كاري يعني كان بيكفي 1200 والعند 10 دكان 5 متر كاري كان بيكفي 1200 بس أيوة. توجو قالوا لي لا داك حق زاد هي خلاص قال زادوا سي زاد يعني ما زدتوا ضرائب ما زدنا ضرائب الا ساوينا الناس ساوينا الناس وقلنا لهم تكفوا بالمتر كاري عشان الناس يخليهم بتان ما في جمع هنا مغازي ويقول انا سيت واي ايوه ده الشيء اللي جميل جدا كده وناديناهم وفهمناهم للسنديكا هنا السوق ناديناهم ورينام والسنديكا هنا السوق موافق اشخاص كبس في بيرتيرباتير قاموا هجوا الكلام ده يعني كان ما كده انينا مع ناس السوق هجينا هجينا اتفقنا قبل جبنا الكلام ده في الكونسي والمجلس كمان ادوبتي قبل حتى يلا للسوق قلنا له يطبقها جميل جدا ايوه الناس بيقول لنا انتم ما كومينيكي لا انا كومينيكي معهم حجينا ما السنديكا عندهم وعندهم ديليجي هنا السوق يعني أيوة. يعني 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 نفهم من كلام كده كونوا المواطنين ولا الناس اللي قاعدين في السوق الكلام ما فيهمه ما يعني فيهمه. كونوا زدتوا ضرائب ده كلام ده ما صحيح ما صحيح شيء اخر في كلنا اوريك الناس ما فيهمه انين الفالير الرئيسيدو اللي كان كوماندي في شهر 12 هنا السنة عشان شهر 1 هنا السنة الجينة ده نلقو خلاص الرئيسي ده ونخدمه به أين كوماندير الرئيسي ده في ديسمبر جينا الملف ده أنينا أدوبتي في جانفيه أدوبتي في جانفيه ده الرئيسي اللي أين كوماندير ده تمنا ده ما بجي سوا مع الدرايب اللي دورنا في سوق الخلة يعني عندنا الرئيسي الأول الدقاق جينا هيني كان المغازة ده مش التكف في 1500 ده يشوف لك رئيسي أنا 500 ثلاثة بنتوب لي بقول لك ده أنا هو كان بقول لا ده بس الواحد ده بس أنا نكفي كان أول ميري بس سواء 1500 ده ما لما سأل الرئيسي واحد بس أنا 1500 هو بشيب بعض التلاعب هم جو قالوا ليك ناس كي هنا السوق عندهم الأوبية وأنا جيت فسرت لهم قلت لهم لا انتو شغلكو بارمتر كاري انت سيد أمشي ليه مغازيتك دي مترة كان مترت هذا الجرز تدوروا منك ده كان فات ده قمت علي أيوة. مين قلت لهم الكلام ده أنا ما جلي جميل جدا انت ما شخص مجيد في اعماله وبنتمنى ربنا يوفقك في عملك سياده العمده حاليا بشير الى المخرج كون الوقت خلاص قريب ينتهي وان احنا داخلين في فصل الخريف فندور تدي المواطنين كلمه اخيره المواطنين كلمتي الاخيره لهم دندور يساعدونا في عملنا عشان خدمتنا ده خدمنا لهم هم ما لنا عنينا وندور الشعب يفهمنا سيرتو في نظاف انجمينا النظافه دي هي البيوت الوسخ اللي بيطلي البيت اللي بيطلي الوسخ اي مره نبدا باخواتي الاوين اي مره بيتها وسخها انا بيتها ما تصب لنا في الكانفو وما تصب لنا في الشارع خليت اللمه ايال في كوميتي قاعدين كان ولو الميري اننا قصرنا كوميتي ده سنسه ما في لب الهله قاعدين كفوا 100 ريال بقدر الوسخ ده بودوا لكم في الديبو هنا الميري انينا الميري كان كمشينا شفنا الوسخ وكان الديبو كمان نرفعه ده كان الشعب سوى لنا ده نرتاه من الوسخ ونرتاه من الالم الخريف كان جا كله بلقى مجاري بمشي يا جماعه نرتاه من الوسخ ونرتاه من الاجاج اللي بتصبوا لنا في الكانفه ونتمنى من المواطنين ان يساعدوا البلديه ده الكلام اللي قالته سياده العمده وختمنا به هذه الحلقه أعزائي المشاهدين إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضية للحوار وطبعا تابعتوا معنا اليوم ناقشنا مواضيع كثيرة جدا تخص البلدية والمواضيع اللي اليوم تكلمنا فيها دي أظن مواضيع تهم كل المواطنين أكاديين هي بتخص النظافة فنتمنى منكم أنتم أيضا المواطنين أن تساعدوا مش البلدية الأم بس أو البلدية سنترال لا كل البلديات لأن ما ممكن الدولة كل الدول اللي شفتوها ما بنوها الحكومة بنتها لا المواطنين بيساعدوا في بنائها يعني انت بتقوش قدام بيتك وداك بقوش قدام بيتك فالصوره بتكتمل لكن كل ما الامل تخلوه تقولوا البلديه بس تجي تنظف لنا البلديه تجي تنقل الكانفو وانتوا بتان تشيلوا تراب ووسخ تجيبوا تصبوا تو كان المك الرقد كان بيقولوا لا البلديه ما نكتتها لا انتوا بس ملوتوا الى هنا ناتي واياكم الى ختام هذه الحلقه وفي ختامها لا يسعني الا ان نشكر الامده نشكركم لحضوركم معنا شكرا وان شاء الله في نلتقيها في حلقه مقبله من برنامج قضيه حوار سنلتقي معكم بمشيئه الله في الحلقه المقبله والى ذلك استودعكم الله ودمتم في رعايته وشكرا